زاد المليون مليون مليون ومليون ونص في الراس. وعلاش؟ الموال الاصليين باعوه بسومه معقوله. السماصريه هما اللي زادوا فيه. تسمى نقدروا نقولوا الموالين راحوا السماصريه هنا. السماصريه قعدوا هنا والموالين باع مالو راح بالخساره وراح. الماكله غاليه. تعبها خاسرين احنا 100%. صح كيما انت يا موال ولا سماصري. انا موال عن اب عن جد عن كلش. وينك باش هذا وين عندك؟ من تسمسيل. والسومه بالنسبه للسومه؟ السومه معقوله احنا احنا بعناهم سومه معقوله. نبيع للسماصري يدي مليون مليون ونص في الراس. وما راك الزحفان؟ ما الحمد لله طالي ربي شباين انا ماني زعفان حاجه تاع ربي. لا لا دوك سبحان الله دوك تقلق ولا تريا هذه حاجه ربي. بصح الانسان شويه نورمالمون الدوله السماصريه هذو كاينه كاينه طريقه تعمل معاهم. وانت الموال على يبيع لهم جمله ويا ما نبيعش جمله في الا خالف خاف انا خاف السوق النهار التالي هم يخافوا وكي رجعوا كي يسرالي الراس كيدلها كيفاش؟ الموال يخاف لو كان ما طلعش السوق الما كيدير له الموال هذا راه الكراج يسالوا صحاب الزرع صحاب الباقه كيفاه يدير له؟ بصح كاين اللي هضرنا مع الموال قال لنا بلي نخبيهم العام الجاي يخبيهم غالي السلعه الرقيقه يخبيها العام الجاي بصح الثنين ما يتخبالوش العام الجاي والشعير راه غالي ديال 600 الباقه ديال 400 بيع انا موال بعد لو كان خليت النهار التالي نبيع كما نحب بصح خايف بعد كي خفت وبعد طلع السوق ها راحت لي الدراهم راحت لي اللي عاودوا رايا شحال دا مليون في الراس سارح سمانه دا مليون في الراس وانا سارح عام ديت 500 الف في الراس كيف تصورها هذه يا حمود كيف تصورها؟ ايه ما تقيدكش هذه الامور تقيدك السماصري يشري لي انا في الجلفه ويجي يعاود السوق هنا يدي مليون فائده وانا سارح عام ما نديش مليون فائده نحوس نجيب المال تاعي من الجلفه للجزائر نبيعه من اللي للذباح بس مصري ما يدخلش عندي انا هنا زعفان دايما زعفان راحت لي دراهم اخوي شحال راحت لك زعما؟ ها راحت لي مليون في الراس سما 100 كبش على مليون 100 كبش على مليون اداها هو في سمانه ادا مليون في الراس وانا سارح عام ما تقيدكش انت ما تقيدكش انا تقيدك ولا انت تقيدك ولا